من به مرض يكرر العلاج، يكرر الرقية ويرقى على نفسه أو يرقاه أحد أقربائه، يقرأ على نفسه ويكرر يستمر. ومن نصح بعلاج من الأطباء فيستمر عليه ولا يستعجل، فإنه قد يكون هذا العلاج علاجاً له، لكن الله عز وجل أراد أن يختبر صبره، هل يستمر على العلاج الشرعي أو الحسي الذي أباحه الله، أم أنه لا يستمر فيذهب إلى السحرة والكهنة؟ قد يكون ذلك امتحاناً. والدليل على أن الإنسان يكرر العلاج حسب ما يصفه له الطبيب أو يكرر الرقية، في الصحيحين أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إن في بطن أخي وجعا. قال: اسقه عسلا. فسقاه فزاده استطلاقا. فقال: اسقه عسلا. فسقاه حتى أتى في الثالثة، قال: يا رسول الله، سقيته. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثة: قال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ.